السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ضوء من قناة أسهل وأسرع الوصفات. حبيب قلبي متابعين الكرام، النهاردة معانا 3 وصفات للمقبلات، أطباق جانبية بجانب الأكلات الرئيسية، تغميسات أو مقبلات لذيذة جدا جدا، وهتعمليها بكل سهولة وسرعة في البيت عندك. طعمها لذيذ جدا جدا كأطباق جانبية جنب الأكلات الرئيسية. 3 وصفات سهلين جدا ومكونات بسيطة وموجودة في كل بيت، إن شاء الله تعجبكم جدا جدا. معانا هنا أول وصفة، معانا هنا طماطم وبصل وتوم وفلفل حار، والكمية على حسب ما تحبي. معانا هنا طماطمتين كبار وبصلاية و5 فصوص ثوم مقطعين و4 من الفلفل الحار مقطع، هنضربهم كويس جدا في الخلاط. ممكن تضيف لهم معلقتين مية. بعد كده في الحلة على النار هنضيف معلقتين كبار من الزيت، وننزل بمعلقة كبيرة من معجون الطماطم ونقلب فيها شوية. بعد كده هنضيف لها معلقة كبيرة من الخل، من خل التفاح، ونقلبها شوية. وبعد كده هننزل بالخليط بتاعنا اللي ضربناه في الخلاط، نزلنا بيه كده في الحلة على معجون الطماطم ومعلقة الخل، ونفضل نقلب فيها ونسيبها تتسبك حوالي 10 دقايق. وبعد كده هنضيف لها معلقة من زبدة الفول السوداني، معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني، وعصير الليمون وعصير ليمونة. وبعد كده هنتبلها بالملح ونص معلقة من البهارات المشكلة، وقطعة قشرة من الليمون، وهنسيبها تتسبك كويس على النار. مدة 10 دقايق. قشرة الليمونة بتديلها نكهة لذيذة. وبعد كده تقدري تقدميها، لذيذة جدا جدا، تقدميها جنب اي اطباق جانبية. تقدري تحتفظي بيها في التلاجة وتقدميها جنب اللحوم او المشويات او اطباق جانبية كتغميسة جميلة جدا جنب الاكل. ودي كانت اول وصفة معانا. بقى الوصفة التانية سهلة وبسيطة جدا. معانا هنا 2 بدنجان مقطع شرايح ومقلي، وقرن فلفل كبير رومي اخضر برضو مقطع شرايح ومقلي شوية في النار، على النار يعني، قلينا شوية في الزيت. وبعد كده هنهرسهم بقى، البدنجان والفلفل الأخضر بعد ما حمرناه شوية كده هنهرسهم في الطبق كويس جدا بالشوكة. بعد كده في حلة على النار معلقتين زيت كبار ومعلقة كبيرة من الثوم المهروس، نص معلقة من الثوم المهروس ومعلقة كبيرة من معجون الطماطم، وهنقلبهم 2 دقيقة على النار. وبعد كده هننزل بالخليط بتاعنا اللي هرسناه بالشوكة، البدنجان والفلفل الأخضر. وهنقلبه كويس في معجون الطماطم وعليه معلقة من خل التفاح.
هنقلبه كويس وهنسيبه على النار مدة 10 دقايق، وهنضيف ليه معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني. زبدة الفول السوداني دي مذوبة بمعلقة من المية علشان ما تكونش جامدة، هناخد معلقة منها وهنضيفها على الخليط بتاعنا، بتدي طعم رائع للطبق بتاعنا، لذيذة جدا جدا، وبتقدميها جنب المأكولات، هتغطي عليها وتسيبيها مدة 10 دقايق. بعد كده بتضيفي ليها البهارات المشكلة وبتقلبيها كويس، وعصير الليمون، وهتقلبي كويس برضو. وهتسيبيها على النار، وبعد كده تقدميها جنب اي مأكولات، لذيذة جدا جدا، هتعجبك، جربيها. معانا هنا برضو طبق مقبلات برضو طماطم، معانا هنا في الطاسة على النار معلقتين من زيت الزيتون، وجبنا الطماطم الجامدة قطعناها شرايح وهنرصها كده في الطاسه على زيت الزيتون، وبعد كده فصين ثوم مهروسين هننزل بيهم على الطماطم، وبعد كده التوابل بتاعتنا اوريجانو وملح وشطه والبهارات المشكله